الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 20 من تفسير الجزء 3 من مقاطع التفسير الميسر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قل لهم يا محمد، قل آمنا بالله وما أنزل علينا أي القرآن، وما أنزل على إبراهيم الصحف إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب يعقوب ابن إسحاق، والأسباط أولاد يعقوب. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي موسى التوراة وعيسى أي الإنجيل والنبيون من ربهم ممن لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن بهم جميعا ونصدق ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن له مسلمون يعني مخلصون في العبادة. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ارتد بعض المسلمين ولحق بالكفار، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يذهب إلى اليهودية أو النصرانية أو أي دين، فلن يقبل منه، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه في الآخرة، وهو في الآخرة إذا بعثه الله سبحانه وتعالى من الخاسرين، لأن مصيره إلى النار. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله؟ كيف يعني بمعنى كيف بمعنى لا؟ لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كفروا بالله، كفروا بالنبي بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق لما رأوا وجاءهم البينات الحجج الظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوها وشاهدوها، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، هؤلاء الذين يعني ارتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم في الآخرة أن عليهم لعنة الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملائكة يعني الملائكة لا تملك أن تطرد من رحمة الله، وإنما الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك الناس، اللعنة من الناس، الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك من الناس إذا كانت اللعنة من الناس بمعنى السب والشتم. والله سبحانه وتعالى يذكر الناس والملائكة والناس أجمعين. الناس في القرآن لها معاني، المعنى الأول الناس بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني أم يحسدون محمدا. المعنى الثاني الناس بمعنى سائر الرسل، ليكونوا شهداء على الناس يعني للناس. المعنى الثالث الناس بمعنى أهل مكة، قال تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس يعني أهل مكة قد جمعوا لكم. المعنى الرابع الناس بمعنى بنو إسرائيل، قال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني هدى لبني إسرائيل. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، الناس يعني بنو إسرائيل. المعنى الخامس الناس بمعنى أهل مصر، قال تعالى في سورة يوسف: لعلي أرجع إلى الناس، يعني أهل مصر، فيه يغاث الناس، يعني أهل مصر. المعنى السادس الناس بمعنى شخص، وهو نعيم بن حماد، عفوا نعيم بن مسعود، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس، كما مر قبل قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها يعني خالدين في النار إذا دخلوا فيها، لدلالة ما بعدها، قال: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون في نزول العذاب عليهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا من الردة من الكفر من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم
أصلحوا اعتقاداتهم، فإن الله غفور غفور لهم رحيم بهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا يعني بعيسى بعد إيمانهم بموسى، آمنوا بموسى ثم لما أتى عيسى كفروا به ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم. متى؟ إذا غرغروا وصلت الروح أو ماتوا على الكفر لن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم توبة، وأولئك هم الضالون، لأنهم جمعوا في بين الإيمان والكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن لم يؤمنوا، فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض، ملء يعني مقدار ما يملأ، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لو جمع هذا الذهب لأجل أن يعطيه حتى لا يدخل النار لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا. أولئك لهم عذاب أليم يعني مؤلم، وما لهم من ناصرين يعني مانع يمنع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.